بحضور سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة الدكتور عبد الله المندوس رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تستضيف وزارة المواصلات والاتصالات متمثلة في شؤون الطيران المدني بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اجتماع الدورة 50 للجنة المعنية بالأعاصير المدارية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أهمية مواصلة تعزيز الجهود من أجل التصدي لظواهر التغيرات والتقلبات الجوية والحد من تأثيراتها عن طريق وضع الخطط الاستباقية للتعامل الأمثل معها في حال حدوثها. وأضاف الكعبي أن طاقما من المختصين المؤهلين بإدارة الأرصاد الجوية يعمل على إصدار التحذيرات والإنذارات المبكرة من التقلبات الجوية الشديدة من خلال استخدام التقنيات الذكية في الرصد والتوقعات، مثل الاستشعار عن بعد ونماذج التوقعات العددية عالية الدقة ومنظومة الإنذار المبكر. من جانبه أكد السيد خالد حسين ياسين مدير إدارة الأرصاد الجوية الممثل الدائم لمملكة البحرين لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أكد أن من أهم أهداف اللجنة تعزيز وتخطيط وتنفيذ التدابير الرامية للحد من الخسائر الناجمة عن الأعاصير المدارية والفيضانات المرتبطة بها في خليج البنغال وبحر العرب. فريق العمل هذا اجتماع 50 ويعتبر من يعني أقوى فرق العمل بالنسبة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لأن الفريق هذا يجتمع سنويا لوضع خطط واستراتيجيات للعصير المدارية. طبعا العصير المدارية هي تعتبر من أكثر الأشياء اللي هي مؤثرة على البشر. نحن خاصة في قارة آسيا عندنا الكثافة السكانية اللي موجودة، نحن أكثر سكان العالم والعصير فعلا مدمرة لنا. الفريق طبعا من أهم أهدافه أن هي التعزيز وتخطيط وتنفيذ التدابير اللازمة للتقليل من الأضرار الناجمة عن العصير المدارية. العصير المدارية حال الظواهر الطبيعية اللي لا يمكن التصدي لها، ولكن بالتخطيط المبكر والتخطيط الجيد يمكن تقليل من الخسائر الناتجة عنها من ناحية الممتلكات أو الأرواح. طبعا البحرين تستضيف الدورة هذه للمرة الثالثة، استضافتها في سنوات سابقة في 2008 في 2017 والسنة هذه. طبعا السنة هذه تصادف الذكرى 50 لانعقاد أو لتأسيس الفريق اللي تأسس في 1973.